وبحسب لجنة النزاهة البرلمانية، إن بعض من هؤلاء المدنيين بدأوا بتسديد ما بذمتهم من أموال إلى خزينة الدولة، معتمدين بذلك على فقرات في قانون العفو تشترط إطلاق سراح مختلسي المال العام بعد تسديد ما بذمتهم من أموال. وكشف نواب أن حجم الأموال التي سددت من قبل هؤلاء المدنيين وصلت إلى ما يقرب من 500 مليون دولار، ويؤكدون شمول وزير التجارة السابق فلاح السوداني في إجراءات قانون العفو في حال سدد ما بذمته من أموال. ويكشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي في تصريح للمدى عن شمول أكثر من 40 سياسيا مدانا بعملية هدر واختلاس للمال العام في إجراءات قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب، مؤكدا أن هذه الإجراءات تشترط تسديد ما بذمتهم من المال العام مقابل إطلاق سراحهم.